يعني انت ما تعرفين تقولين كلمة حلوة؟ يمكن لان انا ما حبيت مثلك. سعد ما له داعي تقعدين تتمسخرين علي، انا مو ياهل عندك. انا اشوف فيك اختي، صديقتي اللي ارتاح لها واقول لها عن كل اسراري. وانا لو كنت اشوف انه في حواجز بيني وبينك كان عمري ما كلمتك. لكن الظاهر حب مروان خلاش ما تستحملين حتى نفسك. سعد ارجوك قدر الحاله اللي انا فيها. انت حره بتصرفاتك، سوي اللي تبينه. بس انا مالي غير الله وغيرك يا سعاد. انت امي وصديقتي وحبيبتي وكل شيء، عشان كذي ابي رايك في موضوع مروان. ابتعدي عنه، حاولي تنسي. حاولت ما قدرت. ايش قايل ما تقدرين وانت بعدك بدايه الطريق؟ نوار، مروان متزوج وبعدين يصير عنده عيال، وايد صعب الموضوع. اي بس انا. بس انتي تبين تتعدين على حقوق غيرك، تبين تاخذين شيء اصلا هو مو بلج. سعاد فهميني، انت صديقتي مفروض توقفين معاي مو ضدي. حبيبتي انا حاول ابعدك عن حب ما من وراه غير التعب والغربال. مروان هذا لازم تشيلينه من راسك. ما اعرف اذا كنت بقدر او لا، خليني اجرب، اعطيني فرصه احاول. اتمنى انك تقدرين. على فكره اخوك عادل رقيته، خليته يمسك قسم شؤون الموظفين. صدق؟ يا بعد عمري يا نوار، مشكورة. الحين عادل لو يسمع أكيد بيفرح وايد. ما بيش تقولين له، أبي أنا أقول المفاجأة بنفسي. عيد الشيك بخمسين ألف مثل ما اتفقنا. شكرا. نبيل شو أخبارك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. زين، قلت لي إن خليفة كان يتعاطى أنت وربعك وجماعته وهلا كلهم كان يدرون عن السالفة. قل لي عن يوم الحادث. كان الوقت ليل وكنتوا رايحين البحر ومستانسين وقاعدين تشوون ومن أحلى ما يمكن. بس خليفة كان مزاجه متعكر، متضايق وايد. متعكر ليش؟ اللي كنت أعرفه إنه كان لاعب قمار وكان خسران. فوق إنه يتعاطى مخدرات كان يلعب قمار بعد. زين، تعرف حد من الرابعة اللي كان يلعب قمار وياهم؟ لا، كان دائما يبعدني عن أصدقائي اللي من هالنوع. ليش؟ مو أنت واحد من الرابعة؟ كان دائما يقول لي أنت أخوي مو بصديقي. ايه، على ذيك الليله انت حاولت انك تخفف عنه وتساعده على اساس انه هو لاعب قمار وخسران ومتضايق. كان يجلس يطالع القمر في وسط السماء. مره واحده شل تليفونه واتصل فيهم وتم يتوعدهم ويقول لهم انه بيلعب وياهم مره ثانيه ويدفعهم الثمن غالي. وعقبها ركب السياره وخلاني بروحي، قال لي ابغى اريح اعصابي شويه. ورجعت انا مره ثانيه اكمل الشوي اللي كان على النار. ويوم جهز رحت له علشان اقول له تعال بناكل، لقيته طايح الكرسي. ما عرفت شو اسوي، حولت اواعيه، هزيته، حولت قعده. خليفه خليفه، زقرته باسمه مره مرتين، حسيت انه ما يسمعني. شفت جسمه مشنج ولونه صاير ازرق وعيونه طالعه برا. ما عرفت شو اسوي، وشفت ابره طايحه على الكرسي. عقبها عرفت انه كان يتعاطى المخدرات هو في السياره. هذه اول مره انت تشوف حقنه مخدرات؟ ايه. زين بعدين شلون تصرفت؟ عقيت على الكرسي الخلفي في السياره، حركت السياره ورحت السوبر ماركت واشتريت بطل ماي وكيس ملح، ورديت مره ثانيه على البحر. زين ايش معناته غرشه ماي وكيس ملح؟ يعني شنو؟ هو اكثر من مره قايل لي اذا شفتني ماخذ جرعه زياده. لحظه، انت ايش دراك انه ماخذ جرعه زياده؟ لاني شفته مشنج وعيونه طالع على برا ولونه صاير ازرق. زين من اللي قال لك ان هذه الاعراض اعراض انسان ماخذ جرعه اكثر؟ الخليفه هو اللي قال لي. زين سويت عقب؟ خلطت الماي ويا الملح وحقنته. انت تعرف تحقن ابره؟ لا. على شلون حقنته؟ حاولت اساعده، بغيت اخلصه من اللي فيه. تقوم تحقنه ببره وانت ما عندك اصلا فكره عن الحقنه؟ هو اللي موصلني وقال لي سوي كذي حتى لو بالغلط. زين عقب ما حقنته بالابره ايش صار؟ خذيت سكينه حاده وقطعت جدم ريده،
وشقيته وخليته تنزف بغزارة. بالطريقة هذه يعني أنت قتلته؟ زين ليش سويت كذي؟ عشان ينزف بغزارة وتخف الجرعة مع الدم وتطلع ويبطل عيونه ويقوم. مديش نفسك يا أستاذ إبراهيم، أنت محامي كفو وشاطر، لكن تنقصك الخبرة والدراية في المواضيع اللي زي دي يعني. كيف تنقصني الخبرة وأنا صار لي سنين محامي؟ بتفكرني ببداياتي بالضبط، كنت بقول زيك كده، لكن لما كبرت وعائلت وشفت الدنيا ماشية ازاي، عرفت إنه عالم القانون ده لا يمكن تفهمه ولا تخش فيه ولا تعرفه بالضبط إلا إذا قريت ما بين سطوره. يعني لازم ألف وأدور وأتحايل علشان أصير محامي شاطر؟ يا سيدي مش كل شاطر بيكون متحايل على الناس، ولا كان كل المبدعين اللي في الدنيا قالوا عليهم نصابين وحرامية؟ أستاذ عبد الله شفت نبيل؟ قضيته معقدة وصعبة خصوصا بعد ما اعترف لي إن قاتل صديقه، وانت علشان الفلوس تبغي تنقذه وتطلع براءه. يا أستاذ إبراهيم مو هذه الشطارة اللي تكلم عنها؟ يا يما ما فيني شيء، مروان ما كذب عليك يوم قالك كله شوية ارهاق وتعب، الحمد لله راح عني. هذا كله من شغل البيت، قلنا لك جيبي لك خدامة، قلتي ما نبع. خدامة يما وأنا ومروان بالبيت؟ ليش؟ الرياييل اللي يحبون حريمهم يجيبولهم بدل خدامة خدامتين، خلي يجيب لك خدامة. السلام عليكم. عليكم السلام. ها بشر بيرخصونها؟ ان شاء الله يرخصونها بس مو اليوم باكر. ايش حقه بعد؟ ايش حقه يبون يخلونا على اعصابنا؟ يا يما ليش هالخوف كله؟ كلها شويه ارهاق وخلاص. قايل لك امه وسواسيه، يبا بيشوفون ليش الضغط نازل بس. شوف عاد مروان يوز عن امي لا تطنز عليها. الله الله شلون المفاجاه الحلوه هذه؟ كذي دخلت مكتبك ولا حد رابك؟ ايش اخبارك يا عادل؟ الحمد لله بخير. ها طمني شو اخبار الشغل؟ والله الشغل ماشي والحمد لله. بس على فكره ترى نوار سالتنا عنك اكثر مره، انت ما مريت عليه المكتب؟ لا ما مريت. خير شو الجديد؟ والله في اشاعه منتشره بين الموظفين يقولون ان في ترقيات جايه في الطريق، لكن حق منو الله العالم. عيا خلني اروح عند نوار واجيب لك الخبر اليقين. ترياني هنا. الو ايوه سعاد. انا سالت طارق عنك اكثر من مره. ادري عشان كذي جيتك. مبروك يا عادل، انت رقيت وصرت مسؤول قسم شؤون الموظفين. مسؤول قسم شؤون الموظفين مره واحده؟ انت تستاهل الصراحه. انا اشكرك على الثقه هذه بس. من غير بس يا عادل، انت موظف ممتاز وملفك الوظيفي يعكس جدارتك وعطائك في الشغل. الصراحه نجاحي في الشغل دائماً تشجيعكم لي. القرار وتوقع وبعمم الخبر على كل أقسام الشركة، بس يا عادل أبي منك شغلة واحدة، أبيك تحط لي خطة عمل جديدة واقتراحات في كل ما يخص شؤون الموظفين. تفضل. سعاد اتصلت فيني وقالت انك تبيني. بارك العادل ترقى وصار مسؤول قسم شؤون الموظفين. يا لطيف تستاهل، ألف ألف مبروك، فرحت لك الصراحة. الله يبارك فيك يا طارق. في اجتماع مجلس الإدارة الأخير قررنا أن ننزل إعلان، أبيكم تعلنون عن حاجة الشركة لموظفين في جميع التخصصات. بما أنت يا عادل مسؤول قسم شؤون الموظفين وأنت يا طارق مسؤول قسم الحسابات، أبيكم تنسقون بينكم وبين بعض. أبي الإعلان ينزل في الجرائد لمدة لا تقل عن أسبوعين. أسبوعين وايد وبيكلف. وش المشكلة إذا كان في صالح الشركة؟ تدري الشغل وايد في الشركة وكل يوم عن يوم يزيد. قبل أن نخطي خطوة مثل هذه يفترض نشكل لجنة مختصة لمقابلات الموظفين اللي بتقدمون للوظائف هذه. خلاص أنتوا اللجنة، أنتوا قابلوهم وحددوا بعد المقابلة من تختارون. علي يا عادل أنتوا موظفينك، حددوا طبيعة الوظائف والمسندات المطلوبة على الموظف واتصلوا بالجرائد وشوفوا التكلفة وارفعوا لي تقرير عن المبلغ الإجمالي. أرجوكم ما بتأخير في هالموضوع. إن شاء الله فالش طيب. حاضرين.
خلاص باكر بنت قابل بشوفك في نفس المكان والزمان. باكر بشوفك فيك تي هبلة؟ لا والله، وليش هالكثر فرحانة حبيبتي؟ وبعدين بقول لك، هو مو أول مرة ولا آخر مرة يوعدك ويقول لك بشوفك وما يشوفك، بس أنتي غبية وهبلة وتصدقينه، ولو جات لي يس ومستانسة وما أدري شنو، فاكرة حبيبتي بالحجة اللي بتقولينها حق أمك عشان تطلعين. أمي مقدور عليها، أهم شي نسير نشوفه ونقابله. شنو؟ نسير ونقابله؟ ليش؟ أنا بصير وياك؟ عيل تبيني أسير أقابله بروحي؟ لا حبيبتي لا، أنا بصراحة مالي خلق حق مشاكل أمك وعوار راس. روحي أنت بروحك. عاد لا تستوين بايخة وتمسخينها. لا، أشوف نسينا كلام الناس اللي مش تتكلم عنه. لا ما نسيته، بس أقدر أذكرك بعد بسيرتك بيت خالتي مريم علشان. أشوف خالد صح؟ بعد في شيء تبين تقولينه؟ في يا حبيبتي في. وهاي الحكي اللي لازم أمك تعرفه قبل لا نصير علوج في علوج الناس. لا، أعتبر هذا تهديد يا سارة ولا شنو؟ أعتبره مثل ما تبين. ماشي. هذه اخرتها وياك يا سارة، انا عندك. انا الحين بروح اقول حق طارق ان باكر بشيل الوردة حمرة في ايدي وبتكون اختي معي. هبلة البنية هذه هبلة. اوف. سامحني خطأ أمي؟ نعم حبيبتي، أنا ما أعرف ليش على بالي هالسؤال، بس أنت ليش اسمك غير عن اسم خالي عبد الله؟ وأنت شو اللي ذكرت باسمه؟ ما أدري، بس فجأة تذكرت أن اسمك فاطمة إبراهيم سعيد الطروقي، وخالي اسمه عبد الله إبراهيم سعيد الناشد. شلون يما؟ خالد شي مروة يوم تزوج وناسب أهل زوجته غير كل شيء في حياته حتى اسمه. يعني زوجته هي اللي قالت له غير اسم عائلتك؟ لا ما أعتقد، بس خالد شو اللي حب إني أغير الاسم علشان يصير واحد منهم. يعني المرحومة زوجته من قوم الناشد. أمي، احنا نبي نقول لك شيء، بس نخاف يعني تضاربيننا وتسوي لنا مشكلة. وأنا بعد أدري إنك جاية تطلبين فلوس. اليوم اتصلوا فينا دايرة من الدواير وطلبوا مقابلتنا حق شغل. الله يبشرك بالخير. أي دايرة؟ الدايرة الاقتصادية. الحمد لله اتصلوا فينا وطلبوا يقابلونا باكر. وإحنا ما صدقنا إن يتصلون فينا ويقابلونا. هي، لو أنتوا ما سرتوا المطعم ذاك اليوم كان الحين الفلوس بعدها عندكم وما احتجتوا شيء. امي الله يرضى عليك، الله يخليك، انسي هالموضوع عاد خلاص. قبل لا انسى، خالتك مريم جابت لي البوم فيه صور معاريس جايين يخطبونك. اوف الحرمه هذه ايش فيها؟ كني عدلتها. قلنا لها ما نبي نتزوج، ما نبي نتزوج، الا تبي تزوجني غصب. قاعده على كبدها انا ما ابي اتزوج. زين هاي اذا تبي تتزوج خلت تزوج الدعله اللي عندها في البيت. ومنو هذه اللي بترضى تتزوج واحد مثل خلود؟ انا لو عندي 100 بنت ما زوجت واحدة منهم. ليتني أقدر أقول لك أن اسمي عادل وصارحك بكل شيء. سامحيني يا سارة، لا
اللحظة اللي أنا فيها أقوى مني بوايد، وقادر أتغلب عليها وأتجوزها. تأخر وايد حبيبتي. هذه إذا كانت عند نية إني أيوه يشوفك. واللي يسلمش لا تزيديني. لا، يوم ما تبيني أزيدك ليش عيل خليتينا إني ونكذب على أمي علشانه؟ بتسكتين ولا شلون؟ خلاص راح أسكت وأمري لله. أوف. حسبي الله على إبليسك يا طارق. يعني كان لازم تشجعني على إني أواعده وأقول لها تعالي بشوفك. الحين شو من الأعذار اللي بقولها وش قايل بقنعها؟ البنت هاي ثالث مرة تيني ولا تشوفني. أنا فعلا موقفي صار بايخ ومن حقها تقول عني أي شيء. للحين بعد عندك امل من اي؟ قومي خلينا نسير. عاد فكري شنو نقول حق امي انهم شنو قالوا لنا في المقابله. غلطان يا عادل غلطان. انا فعلا غلطان يوم سمعت شعورك وسويت اللي قلت لي عليه. انت لازم تتغلب على الخوف اللي داخلك وتواجهها بحقيقتك. اللي تطلبه وتقوله يا طارق صدقني يا اخوي صعب صعب. ولي متى بتم مختفي ورا خوفك وتحبها من بعيد لبعيد؟ هي بعد من حقها تعرف ظروف الشخص اللي تكلمه وتقرر اذا بتستمر وياه ولا لا. هذا السؤال اللي ما عندي له جواب. عادل انت انسان طيب وعمرك ما تعودت تخدع غيرك، واذا بتم كذي وياها ودرها وخل بنت تشوف نصيبها. ليتني كنت اقدر ابتعد عنها، كان ابتعدت. عيل تشجع وقول لها انت منوه وشو ظروفك، واذا هي صدق تحبك اعاقتك هذه ما بتكون حاجز بينك وبينها. ولا يهمك حبيبتي، الحمد لله انك عرفتي على حقيقتي قبل تتوهقين فيه. يا الهبله خلي يولي، ما يستاهل دمع من عيونك. منو هذا اللي ما يستاهل دمع من عيونها؟ ما تتكلمين؟ أمي اليوم إحنا يوم صرنا حق الوظيفة الدائرة اللي رحنا لها كان في موظف قليل أدب وايد شايف روحه وقاعد يصارخ علينا ويفاتن علينا. قامت سارة ردت عليه وقالت له ليش قاعد تصارخ؟ كان خذنا وطردنا برا، قالنا نقوموا طلعوا برا. وتعرفيني ما سارة حساسة ما تقدر تهود روحها، قعدت تبكي وتقول لو كان عندنا ريال كان ما صار في حالنا كذي. ما علي يا أمي، سري يبي لأختك كلاس ماي طفي. إن شاء الله. لا تحطين في خاطرك يا بعد عمري، هذا هو العالم الجديد اللي انت داخله فيه، يعني لازم تدافعين عن حقوقك وما تنهزمين. والوظيفه حق من حقوقك يا ساره، المفروض يا امي ما تسوين في نفسك كذي. هذا موظف واحد تعاملتي وياه وسوى فيك كذي، باكر بتتعاملين ويا ناس وايده، شو بتسوين؟ بتجلسين تصيحين عليهم؟ زين ما علي، بدور كانت موجوده ليش ما سوت مثل ما سويتي انت؟ لأن أنا ما عطيته فرصة إنه يهيني أو يجرحني بكلمة، وتعرفيني إن أنا حقي ما يضيع، لكن بنتك، بنتك حساسة ودموعها كلها تنزل أربع أربع، وعلى نيات الخبلة. ما علي أمي، يلا قومي، غسلي وجهك وتعوذي من الشيطان، ويلا ترياكم على الغداء، يلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك ويعافيك. أنا نوار، نوار بنت عبد الله الناشد. تشرفنا حبيبتي، تسلمين على هالزيارة ما قصرتي. بالعكس هذا أقل واجب الواحد يسويه. مروان كلمني عنك وايد. الحمد لله يوم تذكرني وهو يالس معاها، هذه معناته إني على باله حتى وأنا مو معاه. إيش قالك الدكتور؟ قال شوية ارهاق وتعب وبعدين بيروح، بس بعدين مرة ثانية قال حق مروان لازم نخليها عندنا يومين ثلاثة أيام تحت الملاحظة، نسوي لها فحوصات وتحاليل
ونشوف شنو فيها. هالدكاترة يحبهم حق الفحوصات والتقارير اللي ما يشبعون منها. نوار، اهلا وسهلا. انا بصراحة كنت حابة اتعرف على سلوى من زمان، بس ما سمحت لي الظروف. هذه الظروف سمحت لك الحين، وان شاء الله ما تكون الزيارة الاولى والاخيرة. ومن قال؟ الزيارة هذه بنعتبرها عرض صداقة، والزيارات الثانية ان شاء الله بتي ورا بعضها. الحمد لله اني طلعت احلى منها بألف مرة. اليوم اكيد بيلاحظ الفرق وبيقعد يفكر فينا احنا الثنتين. نوار، نوار، شكلك سرحتي ورحتي لبعيد. ذكرت ان عندي اجتماع ولازم ارجع بسرعه. تو الناس. شوفي انا راح اخليك تسيرين الحين، بس اتمنى انك تزوريني وما تقطعين. ان شاء الله حبيبتي، مع الشر ومع السلامه. سلم. حياته، انت متى راح تشتغل وتريحني؟ مو عمري لمتى اصبر، ترى الايام قاعده تروح. عمري انت حتى ما تتصل فيني ولا تخبرني شو سويت. خلودي على الاقل حسسني انك تحبني وانك مهتم في موضوع زواجنا. نعم عمري، انت كل اللي فالح لي فيه دبريني ودبريني وبس. الحين انت بدال ما توقفين وياي وتساعديني جالسة تضغطين علي اكثر واكثر. انت كذي بتبيلي حالة نفسية وبتخبليني بدور انا احبك. الله يخليك قدري هاي الكلمة وفهميها. هو صحيح اني انا مو بقادر اجيب لك هدايا مثل اي اثنين يحبون بعض، بس هذا مو معناه اني انا ما احبك وما بتزوج. بالعكس، انت حبيبتي، انت الشيء النظيف الحلو في حياتي. شفيك مروة. انا انت شنو بدور شفيك؟ مروة بكلمك في موضوع يخصني. تفضلي. شفيك ساكتة. بدور صار شيء؟ لا ما في شيء. بدور شفيك تراك خوفتيني. صار شيء؟ سارة فيها شيء؟ اتكلمي قولي. لا ما فيها شيء، بس أنا أبي فلوس. بعد؟ صدق اللي قالت امي، انت شو تسوين تاكلين الفلوس؟ مروه اذا عندك فلوس اعطيني، اذا ما عندك خلاص ما له داعي حق هالكلام وتجرحيني. انزين كم تبين؟ اي شيء. لا حول الله. يا ودي انا بفهم شيء واحد، انت شلون تحافظين على مصروفك لنهايه الشهر؟ الحين ما رقيتي؟ عادل شو قالت بيني ارقد وانا اشوفك في هالحالة؟ انت اخوي الوحيد، قول لي شو اللي مضايقك؟ ومنو قالت اني متضايق ولا مخبي عنك شيء؟ ابتسامتك اللي اختفت. عادل نحن مالنا غير بعض، اذا ما شكينا همنا حق بعض نشكي حق من؟ اوقات الواحد يشتكي الايام والزمن اللي وصلوا للحالة اللي هو فيها. الزمن هو اللي وصلك للحالة اللي أنت فيها، وأنا عايشتنها معك لحظة بلحظة ومن حقي أعرفها. سعد شو تقدر تسوين لو قلت لك إني أحب؟ صدق يا عادل تحب؟ إنزين ما فيها شيء، الحب مو حرام. إنزين ومنو هذه اللي تحبها؟ ما أعرف عنها شيء، كل اللي عرفه اني تعرفت عليها عن طريق النت ووقفت وياها على ايام دراستها وساعدتها في بحوثها. ليه ما تخرجت؟ من غير ما تشوفها؟ من غير ما اشوفها
أنا بس كان قصدي مساعدتها وبس. وفي النهاية تحولت هذه المساعدة إلى حب. إنزين، وهي تبادلك نفس الشعور؟ أعتقد أنها تحبني. تعتقد؟ وش اللي خليك تعتقد كذي؟ تصرفاتها وكلامها وياي. أنت اعترفت لها بحبك؟ لا. عيل شو دراك أنها تحبك؟ وبيمكن تحترمك علشان أنت وقفت معاها؟ جايز. وأنت ليش ما صرحتها بحبك؟ علشان تشوف ردة فعلها. اللي قلتي هو الصح. يمكن ما تحبني، بس يمكن تحترمني علشان موقفي وياها. الظاهر أنا اللي فهمتها غلط. أنت تحبها يا عادل، وهذا ما يمنع أنك تصارحها. زين، إيه شو اسمها؟ سارة. وايد نجاحات في عملك، بس خسرت وايد بحياتك. ما كان في داعي تحرجني وتخليني انتظرك وانت عارف انك مو بياي. صحيح انت انسان ما قصرت وياي، بس هذا ما يعطيك الحق تتلاعب مشاعري وتضحك علي. انا في النهاية ما غلطت في حقك عشان تعاملني كذي. العموم مشكور وما قصرت. مع السلامة. زين سويت يوم قطعت علاقتك فيه؟ بصراحة هذا ما في ذرة رجولة. وبعدين بيني وبينك، وهو لو كان يستاهل قلنا ما عليه، بس هذا الواحد ما يندم عليه ولا يتحسف على فراقه. بدوره واللي يرحم والديك. سكتي عني فكيني الحين. هذا يزايني انا انصحك واخاف عليك؟ انت نصحي روحك اول بعدين تعالي نصحيني. الشر مو عليك، علي انا اللي قاعده انصحك واخاف عليك. لكن تدري زين يسوفك طارق، زين يسوفك ان مطنشك. بيصير يا خالتي؟ تلاقينا سهران مع واحد من ربعه وقاعدين الحين في مكان ومستانسين. ما متعود تأخر للحين، وهو متعود انه يتأخر عليك. انزين خالتي اتصلي به. وانا شو عرفني اتصل؟ يا خالتي خالد مو بصغير عشان تخافين عليه كذي. بس يا بنتي ما بيايين رجال، الشيطان جالس يوسوس في راسي، ما ادري شو استوابه. اذا يمكن ساير السينما ويا ربعه وحين بيخلص الفيلم وبيظهرون. والله ما ادري يا فاطمه، قلبي قارصني والشيطان يوسوس لي في راسي. خلاص عير يا خالتي، روحي بلغي الشرطه. بدور شفيك تخبلتي؟ اي شرطه الحين؟ ولدها ضايع ومن حقها انها تطمن عليه. خلودي يضيع، خلودي يضيع بلاد يا مريم. انا اقول لا تحاتين، ردي البيت وحطي راسك ورقدي احسن. وين بيني رجال يا فاطمه؟ وانت تعرفين قلب الام
أنا يا يابا مارما توديني مركز الشرطة. يا خالتي ولدك مو بيهن عشان تدورين عليه، إن شاء الله ما في إلا العافية. أنت شو عليكم؟ ما يهمكم، ما بولدكم حتى يحرق فات. لكن ما قصرتوا، مشكورين، جزاكم الله خير. يا خالتي انت الغلطانة، لو مزوجتنا واحدة من هالبنات اللي قاعدة تخطبينهم حق عيال الناس كان اقل شوي وحس بالمسؤولية ورجع بيته حق زوجته وما خفتي عليه كل هالخوف. يا بنتي منو يجوز واحد عاطل بطاري لا يشتغل ولا شيات؟ قولي لي. والله ما ادري يا خالتي، بس خالد احس انه هو من النوع اللي لازم تزوجينه بالاول وبعدين يفكر انه يشتغل عشان يصرف على حرمته. الناس خايفة على بناته، ما تزوجهم واحد ما يشتغل، وشو اللي بيضمن انه عقب ما يعرس يشتغل ولا لا؟ عادي ذاتشي يا خالتي، انت المفروض تحاسبين شوي، تيودين ايدك عنه وما تعطينا مصروف اي عشان يحس بقيمة الفلوس، ولا انت مستانسة بالدين اللي على ظهرك؟ ما اقدر ما اقدر يا بنت، ما اقدر، اخاف ما اعطيته مصروف يقصون عليه عيال حرام ويخلونه يسرق ولا يصير في درب الغلط والحرام. رد على المكالمة، رد. انت وايد متفائلة انه برد عليك، وهو كل مرة ما يرد برد عليك الحين؟ سارو واخري عني ليلك هاتي على راسك، قومي. يا خالد ارحم اعصابي ورد على المكالمة. اوف اتلاقينا الحين هو قاعد ومستانس وانتو خالتي مريم حرقين اعصابكم على الفاضي. مش قصدك؟ قصدي انت تعرفينا زين، واللي فهمتك شطارتك ما يحتاج افهمه. الموضوع واضح قدامك وضوح الشمس. تقصدين خالد؟ هذا هو قصدي، اللي مثل خلود ما يتأمن له، كذاب وعيار. تقدرين تقولين لي ليش ما يرد على مكالماتك في الليل؟ ما يرد عليك الا في النهار وقت ما يكون فاضي. عاد انتي قلب الموضوع عدل في راسك، اشوفي من بدكم معه وقت ما يرد عليك. لا لا انتي كل عبالك الناس نفس طارق، وبعدين خلود غير عن كذي، تركي عنك الاوهام السخيفه البايخه. يمكن اللي تقولينه صح، لكن طارق كان واضح وياي، غير عن خالد اللي دائما يقولك كلام حلو وما تشوفين منه شيء. حبيبتي هذا اللي يخوف مو بذاك. تصبحين على خير. دوخت براسي، ما خليت سكة، ما خليت فرج وانا ادورك، حتى مركز الشرطة صرت. الشرطة؟ انت منو قالك تسوين كذي؟ شو تباني اسوي؟ اخليك تولي واحط راسي ورقد؟ كان ارحم من ان تصير انت بلغين الشرطة. انت بخبرك، شو تبين الناس تقول عني يوم يشوفوني حاطين في ايدي كلبشات ويايبين عندك؟ ليش هالخوف كله؟ يا ولدي الله يعلم منك، انت ولد بنتي الله يرحمها، واحبك اكثر مما احبها هي. شو قام تباني اخاف عليك؟ ما علي، بس انا كبرت واستويت ريال، اقدر اعتمد على عمري. بس انت عندي بعدك ولدي الصغير. ما علي، بس مره ثانيه ما له داعي تسيرين وتسوين هاي الحركه مره ثانيه.
يعني شو يا خالد؟ يعني ان شاء الله سنة كاملة ما يلبيت، ما تدوريني. والله وايد زين، هذا اخر شيء كنت اتخيل ان تسيرين مركز الشرطة تبلغين عني. لا تخاف، الشرطة ما بيدورونك. يا سلام، شكرا ما تبيني يدوروني، وانت قايلة لهم ولدي ضايع، خروف انا خروف. لا حول ولا قوة الا بالله، لا تخاف، قالوا لي ما بسجل بلاغ، لين ما يد الصبح تعالي. مرحبا. هلا اختي تفضلي. انا اسمي مروة وعندي موعد مع الانسة نوار. لحظة شوي. الانسة مروة عندي ان شاء الله. تفضلي. شكرا. شلون شفتي؟ ما يازله اللي سويته، قال لي شي انا ياهل، تدوريني من مركز شرطة لمركز شرطة. هو يوم يشوف عمر انه ما بياهل، ايش انا عيل يسوي كذي؟ قولي له سر اشتغل وخليك مثل الريايين. حتى يوم سرت الشرطة، ما بعايبت لنا سيرتي، يقول استحي يبونه قدام الناس مكلبك. يا مريم لولدك هذا يعرف العيب والمستحى، كان ما سوى كذي، هذا عيار ويقص عليك. البارحة. خفي صوتك لا تنش أمي وتسوي لي في المهندي. أمك محد، طلعت ويا أمي راحت السوق. ليش تبين تعرفي وين كنت البارحة؟ ليش؟ مو من حقي إني أسأل. بدور دخيلك، أنا ببناقص عوار راس من الصبح. لازم ألاقي أجوبة لكل أسئلتي اللي ما خلتني أرقد. وشو هالأسئلة اللي مو مخلتنا ترقدين الليل؟ أنا بعرف شيء واحد بس، أنت ليش ما ترد على اتصالاتي؟ بتقولي ما عندك رصيد؟ انا مرات اعطيك فلوس عشان بس تشحن رصيدك، فوق هذا كله ما تتصل فيني، ليش؟ لاني اكون مشغول يا ربعي، واوقات اكون ناسي التليفون في السياره. سبحان الله، ما تنسى تلفونك الا بالليل، وبعدين لنفرض ان انت كنت مع ربيعك، ما تقدر يعني تتصل فيني وتقول مشغوله وتطرش لي مسج؟ ولا هذا بس ما يصير الا بالليل؟ انت شو تقصدين؟ والله قصدي واضح ومثل الشمس، وانت عارفه زين. بدور، انت اكيد تخبلتي. عقلني، فهمني وريحني وريح نفسك. بدور، انت جالسه تغلطين في حقي وانا بعدني ساكت. يا سلام، وحقي يولي ما له اي قيمه واعتبار عندك صح؟ ايه انت اي حقوق اللي جالسه تتكلمين عنه؟ اي حقوق؟ عيوني، حقوق الحب والعشره والوعود اللي بيننا، ولا كل هذا نسيته من السهر. والله يعلم البارحه كنت سهران مع امنو. انا حر واسوي اللي اباه. حر؟ وهانا اللي ربط نفسي وياك طول هالسنين؟ وحريتي اللي قيتها بكلامك ووعودك لي لما الحين اللي خلتني اترياك؟ كنت احلم، كنت احلم يا خالد بيوم اللي يجمعنا في بعض، والحين يا تقول لي حريتي؟ حسافة، حسافة يا خالد. انا اسف، يمكن التوتر اللي خلاني اقول هالكلام اللي قلته، بس انت تدرين اني انا احبك واموت فيك.
خلاص يا خالد خلاص، شبعت من هالكلام. أوعدت من اليوم وساير بتصل فيك 24 ساعة، وإذا سالفة رادة على موضوع البارحة، أنا كنت راقد في المستشفى وخفت لا تصل، تدرين أنت أمي تنصدم ولا شياتة، خفت أن استوبها شيء. في المستشفى؟ إيش فيك الصاير عسى مشر؟ واحد من ربع كان مسوي حادث بالسيارة ونحن كنا وياه في المستشفى، والواجب أننا نوقف وياه. صدق يا خالد؟ وأنا عمري قصيت عليك. حياته. مرحبا. يا هلا. أبوي مع ناس ولا؟ لا لا ما حد عنده. تفضل. شكرا. حياتي. أخويا ما يستوي كذا، إحنا صارنا ياسين تريا ساعة كاملة وهالبنات يدخلن لا إحم ولا دستور؟ الله يهداك يا أختي، هذه نوار بنت الأستاذ عبد الله. خلاص يا مروة، اعتبري نفسك بتوظفتي من اليوم. داومي اليوم، داومي باكر، داومي عقب أسبوع. المهم ترى راتبك ماشي من اليوم، ها؟ صراحة ما كنت متوقع إني بتوظف بهالسرعة.